باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اصل يعني داود ده هياخد مننا وقت طويل فقلت ايه بصوا بقى يعني حياه داود اللي احنا هناخدها واحده بواحده. كل واحد فينا يقول لك ليه شخصيته، ده طيب ده راجل بار ده راجل وحش. كل واحد فينا ليه شخصية. داود مجمع كل الشخصيات، يعني كل واحد فينا يبص على داود يلقى نفسه فيه. داود لو أنا مثلا مرفوض من الناس داود كان، لو أنا مكرم جدا من الناس داود، لو أنا خاطي ألقى داود خاطي، لو أنا بتوب ألقاه في داود، لو أنا نكرة بشتغل أي شغلانة، لو أنا ملك، لو أنا يعني مدعو من الله والناس بترفضني داود كده. بقول لك شخصية جامعة لكل الشخصيات، عشان كده إحنا هناخد حياته واحدة بواحدة وهتشوف العجب اللي فيه. يعني داود يحب ويتبادل بعدم المحب. كتير إحنا بنشتكي من الحكاية دي، لكن فلان ده أنا بحبه بس بيعاملني وحش. حاجتين هنبص فيهم في حياة داود. أهم حاجة مين هو الله؟ هنعرف الله كويس ازاي بيتعامل مع داود على كل مراحل حياته. فهعرف الله ازاي بيتعامل معايا انا لما ابقى خاطي ولما اتوب. دي نمره واحد، هنعرف الله كويس. نمره اتنين، هنتعلم من داود ده حاجات كتيره جدا، ازاي كان بيتصرف. طب سؤال، هل داود دوت يعني تصرفاته يعني هي الايديال، يعني ده احسن واحد اتصرف في الكتاب المقدس؟ هقول لك يكفي داود فخر انه اللي كتب عليه بالروح القدس انه وجدت قلب داود حسب قلبي يصنع كل ما شئت. فبقى داود ده حاجه قريبه مننا، زي ما بقول لك يعني تسمع على قديسين تحس نفسك بعاد، لكن لما هنشوف داود ده ازاي بدا وازاي اخطا وازاي بعد ده كله ربنا يقول وجدت قلب داود حسب قلبي يصنع مشيئتي، هتبتدي نتعلم منه كتير جدا جدا في المواقف اللي بيتعامل فيها. وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي سيصنع كل مشيئتي. اول حاجه، داود كان قبل المسيح بألف سنة تقريبا. المرحلة الأولى في حياة داود أنا يعني حطيت لها عنوان كده من نفسي، الأمين في القليل يقيمه الله على الكثير. حياة داود ابتدت أنه أصغر واحد وراه 8 إخوات، يعني أنا يتهيألي كان منسي في العيلة ومش بتاري، يعني في مرة هتشوفوا أبوه نسي أنه عنده عيل، لولا أن صمويل فكره قال له ما عندكش عندك تاني عيال، قال له أوبس ده في عيل هناك في قال له طب هاته ده. فهو كان في العيلة منسي. طيب أنا برضك الحتة دي مش هفوتها. طب واللي اللي كان مشبعه كان بعتينه يرعى الغنم ومش معتبرينه في العيلة، خد كفايته كلها من الله. الحتة دي أنا أحبها جدا ليا، أنا أقول لك أنا أتعلم منه. أنا مش لازم يبقى لنا وضع قوي يعني في الكنيسة، مش لازم نبقى معلمين، مش كفايتي هي المسيح. المرحلة الأولى في حياته أنا هسميها، قلت إيه، الأمين في القليل يقيمه على الكثير، هسميها كمان أحسن ما فينا هو الله فينا. كلمة فلسفية شو قالها واحد من الفلاسفة على داود، حلو، أحسن ما فيا
الله في، يعني أنا ما فيش حاجة عدلة غير وجود الله في. داود كده قعد سنينه الأولانية دي يرعى الغنم، يرنم المزامير، كان بيسبح. إحنا وإحنا بنحكي حياة داود، الحاجات اللي هتبقى بديعة جدا إن هقول لك المزمور الفلاني ده كتبه داود وهو في الوضع الفلاني ده من حياته، فهتربط المزامير بحياته. يعني كل مزامير اللي هي بتتكلم على تسبحة الله، سبحوا أيها النجوم وأيها الكواكب، دي كان وهو بيرعي الغنم يبص ما أعظم أعمالك يا رب التي صنعتها، كل المزامير دي كان بيعمل. طبعا درس تاني ليا، العمل اليدوي اللي الواحد بيعمله لما يرفع قلبه فيه لله بيتقدس. سر حياة داود كلها كانت في الفترة الصغيرة. داود يعني لما دعاه صمويل كان في حدود 14-16 سنة، وخلي بالكم ما كانتش المزامير لسه موجودة، ده هو كانت صلاته كده. واضح خالص إن العيلة اللي تربى فيها داود كانت عيلة بتاعة ربنا، فكان أمين جدا في عمله. واضح خالص إنه تعلم بقى، هحكي لك شوية حاجات. وهو قاعد كده كان الغنم يجروا وراه، طب وعشان لو جه تعلب ولا حاجة إيه، اتعلم حكاية الإيه النبلة دي، بقى شاطر فيها قوي قوي، يعني يعمل بالنبلة كده يجيب راس الدئب ولا بتاع، اتعلم الشجاعة. مرة هو هيقول بعد كده جه أسد ودب خطفوا شاه، فطلع تجري وراه هنا بدايته، ورحت مسكت بق الأسد ده وفتحته وطلعت منه الإيه. واحد من الآباء حط لك تعليق لطيف كده ربط لك، عشان إيه المثل ده الحقيقة بيعمله المسيح معانا إحنا في كل يوم. مين الأسد اللي بيختصف؟ الشيطان. ومين اللي بيفتح بقه ويطلعنا منه؟ المسيح. طبعا أجمل عمل عمل المسيح مثلا تفتكروا يوم الصليب، لما اللص اليمين ده كان خلاص بلعه الشيطان، حياته كلها خطايا، وبعدين مصلوب حيموت، ما فيش أي أمل لإنقاذ، مسك الأسد وحياخد. جه المسيح وهو على الصليب مد إيده وطلع اللص اليمين. فسر حياة يعقوب العلاقة الشخصية بالله. طبعا ظروفه كانت حلوة إنه عنده وقت يعمل. المهم بداية حياة داود ليك إنك أنت تقعد تتأمل فيها كتير قوي. كان يصلي صلاة زي ما بقولك إحنا بنصلي المزامير، داود كان بيصلي من قلبه، وأنا مؤكد لك إنه كان الروح القدس هو بينطق فيه بأنات لا ينطق بيها. ده عمل أي واحد يرفع إيديه ويقف يصلي. سمعت مرة واحد سؤال عجب، واحد كان بيسأل أبونا متى المسكين، بيقول له أنا أصلي المزامير، وبعدين على موضوع الصلاة الارتجالية ده معرفش أصلي ارتجالي، ولو قدام الناس معرفش خالص. تفتكروا رد كان أبونا متى؟ قال له في بينك وبين المسيح عائق، في خطية. لما ينشال الغطاء الخطايا اللي هي حجزانة بين الله، يقف الإنسان يصلي ياخد كلام من الله، ودي كلكم جربتوه. لما يبقى القلب صافي ما فيهوش أي غضاضة ناحية واحد، تلقى بيصلي على عينات من الناس عمره ما فكر فيها، المربوطين المقيدين المرضى بكل قلبه اتفتح. فداود كان كده، كان الروح عمال يحط في الصلوات دي، فابتدى يتكلم المزامير دي بتلقائية كده. بداية داود أرجع بس سنة بقى، كان في شعب إسرائيل زمان كانوا بيحكموهم مجموعة اسمهم القضاء، القضاء اللي هم الأنبياء، عاشوا من ساعة الخروج اللي هو كان على يد موسى ويشوع بداية القضاء
عاشوا كل الفترة الأنبياء هم اللي بيحكموا الشعب. الله يكلم النبي ومحتاجين حاجة يروحوا للنبي، النبي يسأل الله، فكانوا مبسوطين وعايشين. فكان مين القائد بتاعهم والملك بتاعهم؟ كان الله. الشعب اتزمر من مجاورتهم للشعوب التانية، راحوا لصمويل اللي هو آخر نبي، قالوا له إحنا عاوزين ملك يحكمنا زي بقية الشعوب. زعل جدا صمويل وراح يبكي قدام الله، فربنا طيب خطره وقال له لا ما تزعلش يا صمويل، هم ما رفضوكش أنت، ده هم رفضوني أنا إني أبقى الملك عشانه. قل لهم هجيب لكم ملك، ولكن الملك ده هيخليكم عبيد وبتاع. فرجع قال لهم الكلام ده، قالوا له ما إحنا عاوزين ملك. قال لهم حاضر هجيب لكم ملك. فرح جاب لهم إيه؟ شاول ابن خلي بالك بقى من شاول ده، لأن هيمشي بقى. شاول ده عارف إيه؟ الضلمة اللي هتبين النور قوي. هنمشي بقى يعني هتشوف روعة في علاقات شاول مع داود، أو داود شاول الظلمة اللي بتبين خالص النور. جاب لهم شاول. إيه شاول ده؟ راجل جدة، أجمل واحد في الشعب، أطول واحد في الشعب، اللي يمثل إيه أنا في حياتي؟ جسدي، ذاتي، مخي، رأيي، طبعي، مزاجي، كلمتي، الذات الكبيرة جدا، أضخم ما فيا هي الذات. خلي بالك بقى، فاكرين من المرة اللي فاتت لما قلنا الصيام ده كله إحنا عندنا هدف واحد، إن أنا إيه؟ أصلب ذاتي. أم لما يجي المسيح مصلوب ياخد ذاتي معاه ويقوم أقوم بحياته. فآدي شاول. جه شاول ابتدى متضع وحل عليه روح الله، وابتدى يعمل حروب وبتاع وينتصر، ابتدى يتكبر على طول. الجسد عمره حكم كام سنة؟ حد يعرف؟ مين بيذاكر؟ ها؟ حكم شاول كام سنة في إسرائيل؟ يمكن 3 سنين على ما أذكر يعني. عمر الجسد والذات عمرها قليل. طب وداود حكم كام سنة؟ مين قال 40؟ تمام. طيب إذن الروح هي الحياة، الذات ده ملهاش عمر. طيب فبقى شاول عمل غلطتين كبار. أول غلطة إنه تجرأ في يوم الشعب متجمع بعد الانتصار عشان يقدموا ذبيحة، ولازم مين يقدم الذبيحة؟ صمويل. صمويل اتأخر، الشعب ابتدى يمشي، شاول ذاته قال لك إيه يعني أنا أقدم الذبيحة؟ زي أبونا يتأخر كده شوية، واحد يقول لك إيه يعني فيها بيعمل إيه أبونا ده؟ افتح الستر واعمل القداس. طب إيه الفكرة؟ فكرة أنكر الكهنوت وحلول الله، خد حاجة مش بتاعته، هي دي مش دي الذات، مش دي صدقوني الذات اللي احنا ممررة حياتنا كلنا وأولكم أنا. عاوز واحد ياخد حاجة مش بتاعته، مش مكفي حاله. هحط لك بقى داود جنبه مستكفي أو بحاله. لما جه صمويل يختار الملك قاعد هو في حاله شبعان بالله ولا باصص لحاجة. ده صمويل في بيتكم، ده بيختار مالك، ما تروح يمكن تطلع منهم. لا 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 ولا فارق معايا حاجة. لكن الذات عاوز ياخد حتى حاجات مش بتاعتي. يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي أن يرتقي. الذات كده. ما تأخذنيش ساعات الواحد إيه يا عيني، مش قصدي حاجة يمكن تزعلوا مني. واحد مثلا إيه مش عارف الألحان وتلاقي يمسك عاوز الميكروفون ويقول طب ما أنت مش حافظ. مش مهم أنا عاوز أنا. ده كلنا، ده أنا بكلم على نفسي مش على حد، ده كلنا كده. أدي الذات. الغلطة الثانية، بعد ما أقدم الذبيحة جه صمويل قال له اللي عملته ده؟ قال له تجرأ؟ قال له لا خلاص ربنا حكم عليك وشال روحه منك. عدت الأيام، مشكلة تانية، كان رايح يحارب العماليق، فصمويل قال له ربنا بيقول لك تحرم كل حاجة، الملك والمواشي وكل حاجة تحرم. راح شاول كسب المعركة
وبعدين ايه جاب الملك حجزه عنده ليه؟ عشان يفتخر بيه. شوفوا الملك اجاك دوت ملك العماليق انا ماسكه معايا فخر ذاتي. طب ما كان ربنا عاوز ايه؟ كان عاوز ينهي على الخطايا دي. وبعدين الغنم الحلو جابه فجه صمويل قال له ها قال له ده ربنا الهك كرمنا وكسبنا. قال له امال ايه صوت الغنم اللي انا سامعه ده؟ قال له لا ازاي ده احنا استبقينا اجمل الغنم عشان نقدمها ذبيحه للايه لالهك. كلامه بقى وحش خالص ما فيهوش روح الله. وربنا قال له هل يصر الله بالذبائح ام يصر بسماع كلامه؟ انا وانت بردك الكلمه دي لينا. ربنا اللي يفرحه ان نسمع كلمته. فقال له خلاص الله حينزع عنك المملكة ومشي. فراح مسك ايه شاول القبطان بتاعه فمش فتقطع. فقال له الله سيمزق عنك المملكة وانتهى القصة. وقعد يبكي صمويل ده راجل قلب ايه ده اللي كان عاوز يموته. هتشوف بعد شوية ان كان شاول عاوز يموت صمويل. قعد يبكي صمويل على شاول أيام كتير لغاية ما ربنا ظهر قال له صمويل كفايات بكى على شاول وأنا قد رفضت. قوم خد معاك القرن بتاع المسحة وروح عند بلد اسمها بيت لحم وروح عند راجل اسمه يسى وهناك امسح لي ولد لأن لي في بنيه ملك لي. العجيب بقى في صمويل بص رجل الله لا سأل طب فين يسى ده؟ طب والراجل ده عنده كم عيل؟ وهاخد ايه؟ ده معاملات الله معانا. ساعات الواحد يسأل انا نفسي اعرف البلان بتاع ربنا الحياة. لا ولا عمرك تعرف. وليه تعرف؟ امشي خطوة بخطوة. لو ترجع لحياتك زمان تقول يا ده انا من يوم ما جيت البلاد ده وربنا دخلني في دقات في دقات في دقات وانا مش عارف فين. لما عرفت ده كل اللي دخلت فيه ده كان ليه تدبير. اجمل حاجه ان الواحد يمشي مع ربنا خطوه بخطوه. بلاش تحاول تفهم ربنا عاوز ايه. سيبك من دي. ده اللي يقول لك ايه سلمنا فصرنا نحمل. حلو حلو الواحد يبقى طيع في يد الله. صمويل ده عجيب. قام وراح بيت لحم يدور على بيت يس. عامل زي ايه اللي جدع يقول لي بقى. لا قلت ايه حد ايه قلت ايه برافو عليك. ربنا قال للمجوس روحوا فدخلوا في البلد يقولوا ايه اين يولد الايه ملك هو ما يعرفوش. والرعاة قال لهم روحوا هتجدوا طفل هو ده المسيح. ناس الله وتدابير الله معانا كده. امشي مع الله خطوة بخطوة. تحاولش تفكر ولا تحاولش تفهم البلان بتاعه ايه. فراح صمويل اخد قرن. القرن ده طبعا ليه معنى لطيف. عارفين القرن ده القرن بتاع الانيمالز طبعا حاجه خارجه بره الجسم. يعني القرن مثلا تلقى طالع ده نتاق طالع بره الجسم ده رمز القرن. تملي فاكرين زكريا ما يقول ايه اقام لنا ايه قرن خلاص حاجه بره الدنيا حاجه بره الجسد. المسيح هو قرن خلاصنا ده مش من الجسد ده حاجه من فوق. فكانوا ياخدوا القرن ده ويجوفوه ويحطوا فيه الدهن المسحة اللي هو حاجة زي الميرون النهاردة. كانوا بيدهنوا بيه الملوك والأنبياء الكهنة. فرح صمويل راح على بيت يس. أول ما دخل أورشليم طبعا هنا بقى المنظر عجيب قوي. هو رايح يجيب يختار مين مالك. طب وشاول راح فيه موجود. لا. طب وشاول لما يعرفه رايح ياخد ملك هيسيبه في حاله. حتى صمويل سأل ربنا قال له طب ده لو شاول عرف ان انا رايح
أجيب ملك تاني حيموت؟ قال له لا، قول أنا رايح أقدم ذبيحة. أنا بيكذب؟ بيكذبش، هقول لك بعد شوي. بعدين دخل شاول، دخل صمويل بيت لحم، ارتجت المدينة. خلي بالك اللي بيحافظ الإنجيل لما يسمع الكلمة دي، مين ارتجت المدينة في أورشليمة؟ لا قبليها. برافو. لسه حد الزعف. فاكرين ما هو في ملك كان اسمه هيرودس، والمجوس جايين بيسألوا أين يولد ملك اليهود؟ الله، ما أنا ملك اليهود. فارتجت المدينة، نفس السيميلاريتي هتشوفوا بقى هنا. دخل صمويل قالوا له أسلام أنت جئت؟ قال لهم سلام، أنا جاي أقدم ذبيحة. أقدم الذبيحة وبعدين قال أنا رايح بيت يس. طبعا بيت لحم دي أفراطة، دي قرية صغيرة. جاي صمويل النبي وجاي يختار ملك، البلد كلها اتقلبت. دخل عند يسة وبعدين قال له ايه؟ ربنا بيقول ان ليا في بنيك ملك. طب انتوا كلكم اباء وامهات، انا بقول لك نفس صوت الله. الله ليه في ولادك صبي او بنت مقدس لي. هنربي العيالنا ازاي؟ معين الله على البيوت، عين الله على كل بيت. عاوز الله يختار من بيوتنا أولاد مقدسين. إيه دورنا؟ انشغلنا في الدنيا وننجح الولاد وصحة الولاد وأكل العيال، وغاب مننا نظرة الله. الله عاوز الديس من بيتك، عينه عليك. فدخل صمويل بيت يسى وقال له هات الولاد. العجيب بقى في القصة بقى، طبعا انت متخيل البيت ده بيت وصمويل هياخد ملك من البيت، كان شكلهم ايه بقى؟ فرح يسى جاب اكبر واحد كان اسمه ايه؟ ابي نادب باين ولا اسمه ايه مش عارف ايه، راجل جدا طويل. فاول ما جه صمويل صلى كده قال هو ده ملك أمامك يا رب. فربنا كلمه لا مش ده. خلي بالك بقى معايا في مشاعر الراجل ده، داخل الكبير وجدة وحلم، مش أنا الملك. طب نشوف اللي بعده، جاي أخوه تاني بص له كده لا تطلع أنت. قال له لا مش أنا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ولا. وبعدين صمويل العجيب انه مش عارف مين، بس بيسمع ايه؟ صوت من ربنا خطوه بخطوه، وربنا ما قالوش على السر كله. وبعدين فين صمويل في فين داود في العيله دي؟ مش موجود، مش بيرعى مع الله. انا بالحته دي بقى بتحبني ساعات ايه؟ يبقى في احتفال كبير في الكنيسه ومطران واسقفه وكله عاوز يجري ياخد، وفي واحد قاعد في الركن كده شبعان قوي بالمسيح. مش بتشوفوها في القداسات ده؟ اللي يجري هنا ويجري هنا عاوز يصور هنا، واحد ايه؟ معايا المسيح، مش ناقصني حاجه. صحيح عاوزين، وساعات ايه؟ انا مش قصدي حاجه، بس انا عاوز إيه؟ بعد المناوله دول عاوز بركه. بركه ايه يا عم؟ خدت المسيح. أجمل ما في الكنيسة المسيح، أجمل حاجة فيا المسيح. ونفسي بقى الروح ترتفع ويبقى كفايتي هو المسيح. نفسي فدي، ما تتلخبطوش بالدنيا، اسكف بطرك. مش الكنيسة ما تأجل تتشنها الناس تزعل. جرى ايه؟ خدنا المسيح، صلينا هنا صلينا هنا، المسيح أجمل ما في الدنيا، مش عاوز غيره. يدشنها البطرك، يدشنها مين، يدشنها فلان، تفرق ايه؟ نفس الروح ترتفع. ده دروس من حياة داود. قاعد الراجل عمال يصلي، المنظر بقى ايه؟ صمويل قال له ايه؟ ياسا ما عندكش عيال تانية؟ قال اوبس، ده في عيل بيرعى الغنم. قال له طب هاته.
راح جاري جه الثاني بقى ايه بابا في ايه؟ قال له تعال صموا العنصر صموا العنصر وانا مالي؟ لا يلا ديك. طبعا هو كله عارف لانه من ساعه ما دخل صمويل البلد والبلد اترجت وقدم الذبيحه في البلد كلها وبعدين راح بتيسى. داود عارف انه صمويل جاي ياخد الملك وبيته، هو ولا فارق معاه، مستكفي بوضعه. مش دي كلنا محتاجينها؟ مش ياما ياما احنا مش عاجبنا وضعنا، عاوز ابقى دي، عاوز اترقى، عاوز اخدم. ده حتى جوه الكنيسه حرام، جوه الكنيسه نفسي انا اللي اقول، نفسي انا اللي اوعظ، نفسي انا اللي اتكلم. ما كفاياك اللي ربنا مديهولك. نفسي انا اللي اقول للانجيل، انا مش بتكلم بس ده في العيله، نفسي انا الراي اللي يمشي، نفسي انا اللي اتكرم، نفسي نفسي نفسي. ده دي الذات اللي بقول لك البغيضه جدا. جابوا صمويل، اول ما جه صمويل داود، صمويل ربنا كلمه قال له هو ده، قوم امسح. فراح مسك الدهن زي الميرون كده وسكبه على راسه وقال هو ده الملك. قدام مين؟ قدام اخواته. ايه مشاعرهم بقى؟ العيل داود هو ده الملك، هو ده الممسوح. عشان كده جت كلمه ايه؟ المسيح الممسوح، ممسوح من الله، هو ده. وهو الثاني ولا على بال. طب وبعدين بعد ما مسحه تاني يوم بقى ايه؟ فرد ريشه وعمل فيها حاجه ولا حاجه، راح تاني يرعى. يا ده لو انا جيت مسكت واحد كده تعالى انت اي حاجه مش هيعرف يروح، هيطير بر. انا بقى ساعات اقول لنفسي ما يمكن ده سبب معطل لي يعني عطايا الله لينا. يعني الله نفسه يدينا، نفسه يظهر لنا، نفسه القديسين تظهر لنا، نفسه لكل واحد. اوعى تفتكر واحد ظهر له قديس ده احسن منك في حاجه اطلاقا، لان الله بيعمل بطرق كثيره. لكن من المعطلات الاساسيه الذات، اللي بيعرف يداري على شمعته ايه تقيد. فقام صمويل مسح داود ملك. طيب فبقى عندنا احنا ايه بقى؟ بص بقى المنظر، عندنا اتنين ملوك دلوقتي، ملكك في عين الناس وفي عين نفسه اسمه شاول، وملك في عين الله. مش فين دول؟ دول جوايا، دول جوايا انا. ذات اللي في عينها نفسها وفي عين الناس عاوزة تبان انها كبيرة دي، لا. وفي الناس داود جوايا برضك، ده ممسوح من الله، ده ملك. مش قال ايه؟ دعوتكم كله ايه؟ ملوك وكهنة. مش سيبك من الكاهن البراني، سيبك من الكاهن اللي بيدعوه الناس كاهن، في انت جواك كاهن، انت جواك ملك ممسوح. كلنا اتمسحنا بالدهن المقدس، كلنا دعينا كهنة وملوك جوانا لما الواحد يرضى بوضعه ويستكفى بالمسيح. فبقى الوضع عندنا اتنين منه. مش دي تفكرك بأيام المسيح؟ ملك اسمه هيرودس بتاع الناس وجوه نفسه، وملك الملوك يسوع، يسوع ده، والاتنين يضطهدوا بعض. يعني ملك الذات هيرودس من بداية حياة المسيح يجري وراه وعاوز يموت، من السعادة ابتدى شاول يجري ورا داود. خدين بالكم من طبق البديع ده. بعدين آية بردك من الآيات الجميلة، لما جه صمويل يختار ربنا قال له لأنه ليس كما ينظر الإنسان
لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. الآية دي جميلة. ما تبصش، ما تهتمش كتير الناس بتبص عليك إيه، اهتم أكتر أكتر الله بيقول عليك إيه. كل الناس تعرف ربنا، لكن حلو إن ربنا يعرف الإنسان، يعرفه هو. الله لا ينظر إلى العينين، أنا وإنت بنبص للعينين، الله ينظر إلى القلب. عشان كده اهتم بقلبك بالذات في فترة الصيام دي، خلي القلب نقي، خلي قلبك يفرح بيه الله، خلي قلبك ممسوح، خلي الله اللي اختارك يبقى فرحان بيك. ركزوا على القلب في الصيام ده. الاجتماع اللي بيختار فيه صموئيل للملك، داود مش موجود اصلا في الاجتماع. ايه إن شوفوا مبادئ حطوها الاباء، من يهرب من الكرامه تهرب الكرامه تجري وراه، ده يجري يستخبى. البابا كرولوس اللي كنا بنحتفل بعيد كانوا عاوزين يرسموه اسقف، جري استخبى، يجري من الكرامه، جري الله وراه، جابه وحطه مش اسقف الباب. ده قاعده عامه، كل ما تستخبى عن الكرامه تجري الكرامه وراك. كفايه كده، اخد حاجه اخيره. ملخص الجزء الاولاني، ايه الحلو في داود؟ ايه اللي خلى الله يختار داود؟ قلبه، علاقته بالله. آدي أجمل ما فينا. أيوة صحيح، كان شكله حلو، كان عينه شكلها حلو ووشه شكله حلو، اتقال عليه دي، لكن أجمل ما كان فيه قلبه. عشان كده بقول لك القلب النقي مسكن لله. في ملك حقيقي في عين الرب، وفي ملك في عين الناس. خلينا إحنا ملوك وكهنة في عين الله في حياتنا. حد عنده أي سؤال؟ دي يعني مقدمة بسيطة على بدايات داود. من المرة الجاية بقى هتشوف بقى داود ده، يعني مش هسبق، لكن ده ملك ومعين من الله. إيه اللي جيب باله بقى؟ طب أنا إزاي حوصل للعرش؟ طب أنا أعمل إيه؟ ولا حاجة. هتشوف بقى التدابير، وكل ما يعني تتحط سكة ما يفكرش. يعني مرة إيه دعاه شاول، ما جاش في باله خلاص جات لي فرصة، أنا بقيت في بيت شاول، أنا موت واخد الملك، ده أنا معين من الله. أبدا، الدعوة فضلت جواه. زي ما بقولك إحنا مدعوين كلنا، بس الواحد إيه يرضى بحاله. آخر حاجة أسيب، أجمل ما فينا الله اللي فينا. فافرحوا إن إحنا فينا الله، اوعى تغير من حد. أنت لما تدخل الكنيسة مش لازم يبقى لك دور، مش لازم تقول، مش لازم تكلم، معاك الله. كفاية، كفايتي هو المسيح. طيب تفضل. سؤال، لما تمسح داود شاول عرف؟ لا طبعا. هقول لك لغايه امتى. لا ما عرفش، لو عرف كان خلص عليه وعلى صمويل وعلى كل حاجه. بس صمويل قال له، ما انا حكيت قصه شاول بسرعه، بس لما صمويل شاول ما موتش الملك العماليق وخد الغنايم ليه، وصمويل ماشي مسك جبته واتقطعت، فقال له من دلوقتي الله حينزع يقطع عنك المملكة، وكان قالها له قبل كده، قال له انت خلاص الله رفضك. على طول بعديها هتكلم المرة الجاية، يقول لك ايه، وفاركه روح الله وحل على داود. عشان كده بس انا بسبق، ده سبب الجنون اللي بقى يجي لشاول، انه ضميره بقى معذبه،
لأنه حس أنه مرفوض من الله وأن المملكة حتروح. كل اللي جاي بقى علاقة شاول مع داود، الجسد مع الروح. طيب اتفضل نصلي. ليت الله يتراءف علينا ويرحمنا ويباركنا ولينير وجهه علينا ويرحمنا بالسؤالات والطلبات التي ترفعنا والدة الإله الطاهرة مريم وكل قدسي. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والكون. حبة الله الآب ونعمة وشركة موهبة عطية الروح القدس مع جميع. امضوا بسلام وسلام الله يكون معكم.